من خلال السنين اللي فاتت جماهير بتحب نادي المقاولين بأدائه، وكنا سعداء جدا لعودة المقاولين على الساحة الأفريقية يا فندم. المقاولين كان كبير، شركة المقاولين العرب فاتحة 80,000 بيت، 80,000 أسرة في المقاولين العرب، كيانها كله وإمكانياتها كلها وحياتها كلها متوقفة على الاسم ده. صحيح. فالكيان ضخم جدا. القيادات اللي في المقاولين العرب عاملة حسابها إن البيوت المفتوحة دي مسؤولية، الكيان ده لازم يقدم للدولة ما هو مطلوب منه من تنمية وعمل جهد. فالاسم المقاولين العرب عليه التزامات ضخمة جدا في بلدنا، لأنها شركة حكومية في الآخر، هي بتنفذ برامج حكومية وبتنفذ تطلعات الشعب. فاسم المقاولين العرب مش اسم سهل، لا بنخدم الاسم ده، لأن فعلا رمز، واللي خلق الاسم ده هو عمنا كلنا المعلم عثمان. ده حاجة بالنسبة لنا رمز، احنا كلنا والجيل اللي اشتغل معاه وسالم الشيشيني يعني أكيد عارفين الكلام ده وحسوا بيه لأنهم قابلوا المعلم واشتغلوا معاه وتربيته يعني. صحيح صحيح. هو طبعا نجومنا ده الجيل ده منورنا، مش هيتعوض، وجيل جيل ذهبي جيل ده ذهبي، طبعا. ونتمنى ان شاء الله يعني زي ما كمان ما ننساش ان المقاولين العرب خرج النني وخرج محمد صلاح وعبد الستار صبري، نجوم كبار جدا حققوا نجاحات، وطبعا على رأسهم صلاح حققوا نجاحات كبيره جدا جدا. واعتقادي الشخصي لو كان في ايام الاحتراف زمان كان مفتوح كده، كان الكباتن اللي موجودين معانا كان زمانهم كمان بيلعبوا في اوروبا، لكن لا كنا هنلعب في افريقيا ولا خلينا في اوروبا طبعا. لا طبعا يعني منورنا، لكن اخد من حضرتك الرؤيه المستقبليه لنادي المقاولين العرب في فريق الكوره. طبعا كنا سعداء بوجودهم في القاره الافريقيه ووجودهم في الكونفدراليه، كمان الطموحات على خلال السنين اللي جايه ازاي يا فندم؟ والله احنا اجتهدنا، احنا يعني فقدنا اللعب في افريقيا لمده 15 سنه، وده مده فتره طويله، انما الحمد لله كان الفترة الأخيرة من السنوات الأخيرة السنتين الثلاثة الأخيرين كنا مركزين قوي في إن إحنا نبني فريق نقدر نوصل بيه إن إحنا نعود للمنافسة الأفريقية، لأن بالنسبة لنا دي حاجة مهمة جدا، لأن تواجدنا في القاهرة في أفريقيا كشركة وكنادي دي بالنسبة لنا مهمة جدا، بتفتح لنا مجالات وعلاقات حتى على مستوى التسويق للشركة نفسها، الماركتينج بتاع الشركة نفسها، شركة المقاولين العرب كشركة. بالظبط يعني. يعني في بلاد كتير في أفريقيا تعرف إنه كان نادي وعمل شركة، مش العكس. مش العكس إنها شركة. فشهرة النادي في أفريقيا شهرة كبيرة جدا، والحقيقة طبعا اللي ساعدنا في كده الجيل ده واللعيبه اللي طلعت من النادي ده طبعا عامله لنا شهره كبيره. ما ننكرش برضو صلاح والنني برضو عامل لنا، وطاهر يا باشمهندس دلوقتي كبيره. يا باشمهندس احنا بنتكلم يعني، ودي فرصه دايما ان احنا بنحاول وبنكرر دايما ده في البيت الكبير هنا، وده الحقيقه هدفنا، ان يعني يمكن على مر العصور على مر تاريخ نادي المقاولين العرب ليه علاقات طيبه جدا وجيده جدا مع النادي الاهلي، وده اللي انا يمكن عايزه استغل يعني تواجد حضرتك معانا فيه هاتفيا. وطبعا نتمنى انك تشرفنا في البيت الكبير هنا قريب يعني، وتكون ضيف عزيز علينا. بس أنا عايز أتكلم عن علاقة الناديين ببعض، وأنا عارفة أنه ليك علاقة يعني ولا أروع مع كابتن محمود الخطيب تحديدا كمان. كلمنا على هذه العلاقة على مر التاريخ. والله علاقة الأهلي بالمقاولين العرب أو علاقة المقاولين العرب بالأهلي هي علاقة قديمة جدا، وأعتقد أن فيه ناس كتير أو لعيبة كتير كانت الأهلي ولعبت المقاولين وكانت في المقاولين ولعبت الاهلي، انما هي علاقه القيادات الحقيقه على مر التاريخ وعلى مر انشاء النادي كانت علاقه
مرتبطة ارتباط شديد. يعني اللي أنا أعرفه كان فيه صداقات ما بين قيادات الاتحادية العربي وقيادات فريق الأهلي من زمن طويل. إنما على في الوقت الحاضر طبعاً ما بتربطني بالكابتن خطيب، ودي شخصية محترمة جداً وأنا بحترمه، وبتربطني بيه صداقة أنا بعتز بيها. أكيد إن شاء الله العلاقات دي تدوم، لأن دوت هو الهدف من الرياضة، والهدف من الرياضة دايما هو لغة الاحترام ولغة يعني الأخلاق أولا وأخيرا. ويعني طبعا نتمنى كل التوفيق لحضرتك ومجلس الإدارة، وطبعا الكابتن جمال عايز يقول اتفضل يا استاذ. صباح الخير يا باشمهندس. أهلا أهلا بك يا كابتن. الله يخليك يا فندم. أنا بس بقى يعني بنقل تحياتي لحضرتك ولكل أعضاء مجلس الإدارة ولفرقتنا إن شاء الله بكرة يا فندم. ولازم يعرفوا إن إحنا متوسمين فيهم الخير يا فندم، إن إحنا نرجع إن شاء الرحمن لمنصات التتويج. واللي أنا شايفه يا فندم بعد رحلة 3 سنين في أفريقيا لعبنا فيها أنا وسعيد الماتشات كلها، أنا حاسس إن ماتش النجم الساحلي بكرة يا فندم هيكون يعني بمثابة عنق الزجاجه لينا للوصول للمنصات بكره باذن الله، لان الفرقه دي نفس الظروف بتتشابه يا فندم بماتش افريكا سبورت سنه 82 برضو هي العقبه اللي كانت مقابلانا. فلو عدينا بكره ان شاء الله الرحمن يا فندم انا حاسس كده ان ربنا هيلهمنا ان شاء الله الرحمن ونوصل الفاينل باذن الله ان شاء الله. يا رب دعواتك يا جمال. وبعدين انتوا القدوه بالنسبه للفرقه، انت والشيلي ورضوان حمدي نوح والناس الثقيلة دي اللعيبة قدوة ليهم، بيحاولوا انهم يوصلوا للدرجة الرفيعة اللي انتوا وصلتوا ان شاء الله يا فندم. يعني انتوا موجودين في النادي لتحفيز وتبقوا قدوة قدام عينيهم، شايفينكم باستمرار، يفتكروا بطولاتكم ويفتكروا الامجاد اللي انتوا عملتوها لاسم المقاولين العرب. فطبعا وجودكم في النادي جنب الولاد الصغيرين جنب الفريق الاول مهم جدا ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا جدا باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا طبعا جزيل. رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب ورئيس مجلس اداره طبعا نادي المقاولين، شكرا جزيلا على المداخله العزيزه دي باشمهندس. وزي ما بنكرر تاني برضو بنتمنى ان يكون يعني حضرتك بقى في ضيافتنا ان شاء الله قريب باذن الله. كابتن سعيد بس عايز يوجه لحضرتك كلمه، ممكن؟ اتفضل يا كابتن سعيد. صباح الخير يا باشمهندس. اهلا اهلا صباح. انا في البدايه قلت مجلس الاداره لما اجتمعنا مع عثمان بيه قال لنا يعني احنا هنعمل لكم كل حاجه، فقال يعني هنطلع من ثالثه لثانيه ومن ثانيه الاولى ومن اولى الممتاز وبطوله افريقيا والدوري العام وحاجات زي كده. دي لولا مسانده مجلس الاداره ما كانش النادي بقى كده. فانا بصراحه انا بقول انا بشكركم على الهوا صراحة، مساندين الفريق الأول بكل قوة، وبتمنى بقى من اللعيبة إن شاء الله يكونوا عند حسن الظن ويحققوا رغبة الجماهير ورغبة مجلس الإدارة ورغبة الناس اللي بتحب نادي المقاولين العرب. فإن شاء الله بنتمنى لهم كل خير ويعيدوا أمجاد المقاولين العرب والكؤوس اللي حصلت إن شاء الله. انا بتمنى كده طبعا، ودعواتكم معانا في ماتش بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله وربنا يسهل. نشوفك على خير بكره ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا رئيس نادي المقاولين العرب، طبعا شكرا جزيلا، وكلنا كمصريين طبعا بكره في ظهر النادي المقاولين. وانا بتفق تماما مع الكابتن جمال اللي هو ان شاء الله بكره دي عنق الزجاجه ان شاء الله. ان شاء الله لو النادي المقاولين خرج بهذه المباراه ومباراه العوده ان شاء الله هيحقق